اهلا وسهلا اعزائي متابعي ومشاهدي قناة القاهرة 24 وكير الريف في كل مكان. رحب بحضراتكم بس جديد من محافظة الاسكندرية، وهي جريمة بشعة تشهدها عروس البحر الابيض المتوسط في هذه الليلة، وهي مقتل ابوين اب وام في شقتهما في الاسكندرية. برحب بحضراتكم مرة أخرى أعزائي متابعي ومشاهدي قناة القاهرة 24 وكايو لايف في كل مكان، معكم من الإسكندرية محمد مجلي. الحقيقة محافظة إسكندرية شهدت في هذه الليلة جريمة قتل بشعة في منطقة فيصل بسيدي بش شرق الإسكندرية، جريمة يعني تقشعر لها الأبدان وترفضها الأديان السماوية وترفضها الأعراف، جميع الأعراف. ويعني هي مقتل اب وام، وتشير اصابع الاتهام الى ان مرتكب الوقعه هو نجلهما. التحقيقات يعني مستمره، وجهات التحقيق تباشر تحقيقاتها في هذه الوقعه لمعرفه اسباب وقوع الجريمه في هذا التوقيت. الحكايه بدات انه تم وصول بلاغ الى قسم شرطة المنتزه اول من احد الاشخاص يشير بالعثور على والده ووالدته يعني مقتولين في شقتهما، وقال ان تبين كده انه يعني التحريات الاولية واصابع الاتهام بتشير الى ان مرتكب هذه الوقعة هو الابن، ويعمل طبيب تخدير، وان هو اللي يعني تشير اصابع الاتهام. حتى الان التحقيقات مستمرة وشغالة علشان خاطر يعرفوا ايه التفاصيل وايه الحكاية وايه الوقعة بالتحديد. عثر الابن على جثة والده ووالدته في الشقة، يعني غارقين طبعا في دمائهما ويعني مقتولين. أبلغ على طول الجهات الأمنية وأشارت بقى أصابع الاتهام إلى أن مرتقب الوقعة هو الابن. شهود عيان الحقيقة اتكلموا فيها هذا الأمر وأكدوا أن الأب يعني كبير في السن، وأنه كان يعني بيعاني من مرض، وان هو كان بيتلقى العلاج، وان كان في ممرضه بتيجي تزوره في البيت هو وزوجته علشان خاطر تمرضهم وتديهم العلاج بانتظام بشكل مستمر، وان هذه يعني او هذا الامر كان متكرر. في نفس الوقت يعني اشاروا الى ان الممرضه دي يعني حضرت في هذا اليوم لاستئناف عملها، لكن الابن يعني بعد ان فتح لها الباب قال لها لا ده هم مش موجودين، وان هم تم نقلهم من المستشفى لتلقي العلاج. فالحقيقه ان الممرضه ارتابت في الامر لان هي جايه من المستشفى وما شافتش حد وما عرفتش بالموضوع ومحدش ابلغها، فعلى الفور اتصلت بشقيقه وابلغته بالامر اللي حضر ولقى يعني هذا الواقع، هذه الواقعه. بعض شهود العيان اشاروا الى ان الابن اللي بتشير اصابع الاتهام لان هو اللي ارتكب الوقعه اشار يعني او كشفوا كده ان الامر ان مرتكب الوقعه يعاني من ظروف نفسيه وحاله نفسيه صعبه منذ فتره، وده كان الدافع الاول. وقالوا كمان ان هو نزل على طول بعد ارتكابه الوقعه وتوجه الى احد المساجد ليبكي ويؤذن ويهزي بكلمات غير مفهومة في هذه الجريمة، اللي طبعا يعني كانت جريمة مفاجأة إذا صح الأمر إن مرتكب الوقعة الابن والابن يعمل طبيب تخدير. طبعا مفاجأة، طبعا هو كان يعاني حالة نفسية، ده وفق ما أكدوا شؤون عيان وبعض الجيران اللي في منطقة فيصل أكدوا إنه هو كان بيعاني من حالة نفسية سيئة وظروف نفسية سيئة علمت به مؤخرا. الهيئة إن جهات التحقيق والأجهزة الأمنية في الإسكندرية يعني تلقت إخطارا من قسم شرطة المنتزه الأول يفيد بالعثور على جثة رجل وزوجته في شقتهما غارقين في الدماء، وعلى الفور توجهت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتبين صحة البلاغ وإن في جريمة
مرتكبة. يعني أصابع الاتهام الأولية تشير إلى أن مرتكب هذه الوقعة هو الابن، وإشارة يعني بعض شهود العيان بعد أن تم الاستماع لهم في البداية يعني أشاروا كده إلى أن الابن يعاني ظروف نفسية صعبة. تم وضع قدون أمني ويعني وضع غلق بعد رفع طبعا البصمات واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن هذه الوقعة، وجرى نقل جثامين المتوفيين إلى المشرحة انتظارا بقى لكتابة تقرير الطب الشرعي وكتابة التقرير اللي هيشير إلى كيفية ارتكاب هذه الجريمة وهذه الوقعة يعني بعد رفع البصمات وأخذ البصمات. الحقيقة حتى الآن تباشر زي ما قلنا لحضراتكم جهاز التحقيق تحقيقاتها، ويعني تستمع لشهود العيان وتستجوب الابن اللي بتشير زي ما قلنا لحضراتكم أصابع الاتهام إلى أن هو مرتكب الواقع. حتى الآن يعني مفيش أو لم تعلن التحريات بشكل رسمي عن أن الابن هو اللي مرتكب الواقع، لكن كل الأصابع الاتهام بتشير إلى أن هو اللي ارتكب الواقع وأن هو اللي قام بارتكاب هذه الجريمة وتخلص منهم. وكمان يعني فور ان يتخلص منهم يعني كان يبكي بشدة وبحرقة ونزل الى الشارع وتوجه الى المسجد وظل يؤذن ويبكي ويهجي بكلمات البعض كان مش فاهمها، لكن بدأوا يفسروها بعد ان تبين ان والده ووالدته قتل، وان هو ربما تشير اصابع الاتهام الى انه هو مرتكب الوقعة بسبب مروره بضائقة او مروره بأزمة نفسية. ده اللي هتكشفه التحقيقات طبعا، كل دي معلومات اولية ما فيهاش يعني ما نقدرش نقول ان هي معلومات مؤكدة، لكنها معلومات اولية بشأن هذه الوقعة، وان جهات التحقيق هي اللي هتباشر تحقيقاتها وهتقول كلمتها. وفور طبعا وصولنا او ورود المعلومات الرسميه اكيد هنبلغ حضراتكم بيها، لكن هي طبعا جريمه بشعه ان ابن طبعا يكون هو مرتكب هذه الواقعه. الحقيقه اي حد فينا بيسمع ان حد يعني هو يتخلص من امه وابوه بدل ما يكون بار بهما ويكون يعني يرحم شريتهما لان هو يتخلص منهما. طبعا كلنا تابعنا الجريمه البشعه اللي شهدتها منطقه الحضره منذ اكثر من عام ونصف تقريبا، برضو كان شاب تخلص من والده ووالدته المسنه بسبب موضوع الشقه، ويعني شفنا هذه الجريمه اللي كانت وقعت في الاسكندريه منذ فتره وتكررت مره اخرى، ولكن المرة الأولى كانت في منطقة الحضرة، أما الآن فهي يعني أو تكررت في منطقة سيدي بشر بمدينة فيصل بشرق الإسكندرية في جريمة يعني اهتزت لها يعني الجميع في الإسكندرية وهزت الرأي العام فور الإعلان عنها. زي ما قلنا لحضراتكم التعليمات أو المعلومات النهائية الخاصة بالجريمة بشكل مؤكد لم تعلن حتى الآن في انتظار إعلانها بشكل رسمي، لكن دي المعلومات الأولية المتوفرة لدينا وفي انتظار ورود تعليمات جديدة. لكن كل أصابع الاتهام بتشير إلى أن مرتكب هذه الوقعة هو ابن المجني عليه، ويعني أن هو تخلص من والده ووالدته بهذه الطريقة يعني البشعة، أن هو يتخلص من أبوه وأمه بالتأكيد أمر مؤسف ومحزن، ويشير الى انه يعني مفيش اغلى من الاب والام، مفيش كلمات تقدر تعبر عن بشاعه هذه الجريمه ومدى قسوتها وقوتها وتاثيرها. يعني لكن يعني بعض الجيران يعني بعد ما حاولنا ان احنا نتكلم معاهم ونفهم منهم ايه اللي حصل بالظبط، اشاروا الى انه الابن هو يعمل طبيب تخدير وان هو مصاب بحاله نفسيه وربما يكون هذا هو السبب، لكن ده طبعا هتفصل فيه برضو التحقيقات وهتفصل فيه جهات التحقيق المعنية اللي اكيد هتكشف عن تفاصيل الجريمة، وكمان هيكون هناك كشف طبي عن حالة الابن اذا صحت المعلومات بان هو مرتكب الواقعة وان هو
اللي تخلص من والده ووالدته في هذه الجريمة اللي شهدتها إلى اسكندرية في هذه الليلة. أعزائي متابعي ومشاهدي قناة القاهرة 24 وكايرو لايف، فورا الرد معلومات نهائية ومؤكدة أكيد هنوافي حضراتكم بيها. بنشكر حضراتكم من الاسكندرية، كان معكم محمد مجلي، شكرا جزيلا لحضراتكم.